هو الاغنيه سميتها بنت الفشوش، ولكن الناس ملي غتشوف الكليب غادي تفهم ليستوار. هو كنت غادي ننزلو لانجي ديرني، ولكن كما قلت الوفاه ديال الفنانه وئام الدحماني ما قدرتش، فريمون ما قدرتش. زعما كان لو لونسمون سيتي لانجي نهار اللي مات، وما قدرتش ننزلو. كنتمنى من هذا المنبر ربي يرحمها والناس يدعيو ليها، وبركه من ديك الهضره اللي كتكون بزاف اللي ما ليها حتى شي اساس من الصحه، والله الله يصبر عائلتها. المسلسل سميتو ديسك حياتي، انتاج كورنر فيلم، اخراج علاء كعبون، بطولتي بطولة فيصل عزيزي، سعيد بيه، مجموعة الفنانين الرائعين اللي غادي يكون في القناة الثانية ان شاء الله في رمضان. صدقيني مسلسل رائع، قصته زوينة وغادي يعجب الناس اكيد.